اشعر بصراحه هذه المشكله وايد تواجهني وتواجه غيري من اللاعبين بالذات بشهر رمضان، الاصابات. يعني الامانه بين يوم ويوم تحوشني اصابتين وانا ماني فاهم الغلط من وين، مع ان اكلي زين وقاعد اسوي تمارين الاسترتشات واموري كلها طيبه، ولكن هم قاعد تحوشني هذه الاصابات. فشلون اقدر اتفادى هذه الاصابات؟ وشنو السيستم المعين اللي لازم امشي عليه من ناحيه التمرين وايضا التغذيه علشان ما تحوشني ولا اصابه بشهر رمضان؟ حياكم الله. مثل ما شفتوا الحاله اللي عندنا، شخص بلش رياضه برمضان وما صار له اسبوع وحاشته اصابه. شنو السبب؟ ليش الناس ممكن تحوشها اصابه برمضان؟ هل في شيء له علاقه برمضان بطريقه الصيام، ممكن النوم، ممكن الاكل؟ ليش الواحد ممكن يكون معرض اكثر حق الاصابات برمضان؟ طبعا بالبدايه لازم نعرف ان الاصابات ممكن نمنعها لكن مو بنسبه 100%. بمعنى كل ما الشخص زاد من اداءه بالتمرين، كل ما الشخص تطور من اداءه بالتمرين، قام يركض مسافات اطول، قام يركض بسرعه اسرع او يشيل اوزان اكثر، تكرارات اكثر، الشخص نفسه معرض حق الاصابه اكثر من قبل. فمثل ما شرحنا بالحلقات اللي طافت، يفضل نقص اوزان 10%. لكن شنو السبب وراء الاصابات؟ ممكن تكون بشهر رمضان أو غيره. رمضان اللي ممكن يحصل فيه أن الواحد مثل ما قلنا كمية الجفاف تكون فيه عالية، ممكن يكون الواحد مو شارب ما يعدل، كمية الملاح اللي عنده بالأكل عالية، أكله غير متوازن، فبالتالي العضلات ما تنقبض تنبسط بالشكل المطلوب، فبالتالي تؤدي إلى إصابة. أسباب ثانية شنو ممكن تكون؟ قلة النوم. النوم بحد ذاته ذكرنا أن إذا شخص ينام أقل من 8 ساعات ففرصة الإصابة عنده تقريبا تصير الدبل او بالضبط 1.7. فما بالك بالاشخاص اللي ما شاء الله رمضان يواصلون او سهيرا، الشباب اللي خلينا نقول يتسحر بعدها يشبكها بالدوام ويرد ينام له من 3 ل 6 وخلاص يكمل يوم. الشباب هذول معرضين اكثر حق الاصابات. من بعد غيرهم؟ طبعا بما ان شهر العموم يبلش رياضه فيه، فالعموم خلاص يدخل مع الهبه، يدش الحماس، يلا شباب ها نادي فوقه ويبلشون تمرين. الناس هذول اذا ما تمرنوا بطريقه صحيحه، الناس هذول اللي على طول بلش رمضان عبالهم ان الرياضه فقط مخصوصه برمضان و11 شهر ما يتمرنون، فطبيعي تكون انت توك كبدايه مو متمرن صح، مرونة عندك ممكن تكون ناقصه، تمرينك اساسا يكون غلط، او الوزن اللي قاعد تشيله مو مناسب لك، الوزن هذا يعتبر ثقيل كبدايه. يعني دراسات بينت الناس اللي تو يبلشون تمرين ما له داعي حاتي والله كم وزن كم تكرار، يا بتجروبين جروب يشيل 70% من وزنه تكرار خلينا نقول 8 و12 وشاد حيله، الجروب الثاني لا والله على الهداوه شايل 30% التكرارات عادي 30 60 90 تكرار اثنين بنفس النتيجه. معقوله شخص يشيل 15 30% وشخص ثاني يشيل 70 اثنين بنفس النتيجه؟ اي نعم، الجسم كبدايه تمرين يكون مثل الاسفنجه، بمعنى ما له داعي يشد على روحه. اول 6 شهور سنه من التمرين الجسم يستوعب حق اي شيء، ان شاء الله تنزل لي ضغط راح تبني خلينا نقول عضلات جيده كمبتدئ. فبدايه التمرين يفضل تتدرج بالتمرين، ما له داعي تشد على روحك، ما له داعي خلاص والله الناس كلها تركض انا بدش وياهم جروب ركض وعلى طول اركض وياهم، ممكن التكنيك عندك لحد الان في قصور. فمثل ما قلنا الشاب اللي عندنا الحاله اللي ذكرها ممكن تمرين يكون غلط، ممكن عدد الساعات النوم تكون غلط، او ممكن عدد ساعات تكون عنده قليله اقل من 8 ساعات. كذلك لا ننسى التغذيه، الناس برمضان ممكن ما ياكلون سعرات حراريه كافيه، ممكن صح انه من هذول الناس اللي والله دكتور انا نهايه العيد عندي مناسبه فقللت سعراتي 1000 سعره كانوا 2000 وبس انا هدفي انزل وزن. نعم انت ممكن تنزل وزن هذا لكن راح تعرض نفسك حق اصابه اكثر، فبالتالي انت اللي سويته شنو؟ انت رجعت يمكن 10 او 20 خطوه لورا، بدال لا تدش تمرين تخفف من وزنك تحافظ على صحتك، النتيجة شنو؟ إصابة. بعدها تعال والله إذا محتاج على عملية لا سمح الله، محتاج شوية إعادة تأهيل، شوية علاج طبيعي، شنو مخاطر الشغلات هذه؟ طبعا مثل ما ذكرنا الحلقة اللي هو عدم الحركة، عدم الحركة راح تزيد من وزنك، فأنت بدال لا تخفف من وزنك اللي صار أنك رجعت لورا زدت من وزنك. فكبداية حدد مستوى اللياقة اللي عندك، حدد الأوزان اللي تبيها، التكنيك الصحيح اللي قاعد تلعبه، عدد الساعات بالنوم لازم تكون عدد ساعات كافية، لا ننسى شرب الماء، شرب السوائل كذلك، بغض النظر السوائل كانت ممكن تكون عصائر، ممكن يكون أي شيء وقت التمرين، ممكن يكون لبن، مو بالضرورة يكون ماء. وايد ناس تحسب السوائل هو عبارة عن كم جلاس ماء، غلط،
الماي ممكن يلنا من الفواكه، الماي ممكن يلنا من الشغلات الثانية، العصائر مثل ما ذكرنا، الخضروات كذلك. فبعد ما ركز على الشغلات هذه نشوف تمريننا، ممكن مثل ما ذكرنا أنه ممكن أحتاج أقلل من التمرين، الاستشفاء عندنا برمضان شوي أخف. زين أنا شو نسوي دكتورة؟ الحين حاشتني إصابة، شو أستفيد من الكلام هذا؟ أنت الحين قاعد تقولي والله إصابة وإصابة. طبعًا نشوفه شيء مستوى الإصابة، شنو هي الإصابة؟ هل درجتها محتاجة إعادة تأهيل أو ممكن شيء نتمرن فيه؟ كبداية نشوف مستوى الألم اللي عندك، متى يزيد متى يقل، شنو التمرين اللي سبب لك الإصابة هذه، شنو التمارين اللي بالعكس ممكن نتمرنها. فاللي راح يصير نحط لك برنامج بحيث نقلل من التمارين اللي تزيد ألمك. مو معناته أنه والله دكتور يعني راح أخسر عضلات، هد اللعب يبالي، صحتك أهم. يعني أنت لا تلعب تركز على بونا بشيل أوزان أكثر وبسبق ربعي وبشيل أكثر من ربعي ويأخذك الحماس، بالنهاية صحتك هي المتضررة. فنأخذ فترة راحة نريح العضلة أو المفصل اللي عنده إصابة ونلعب العضلات الثانية. فرضاً التمارين خلينا نقول قسمهم على نوعين، في ناس يسمونهم التمارين تشتغل على مفصلين أو مفصل واحد compound isolation، أو يسمونهم بالإنجليزي open أو close kinetic. شغلات هذه طبعاً كلها راح تعتمد على المدرب، انت لا تشيل هم. اذا مدربك عارف بالاصابات الرياضيه، عارف شلون يتاقلم مع اللاعب اللي قدامه بحيث يكون له جدول متكامل يقلل من نسبه الاصابه، وكذلك خلينا نقول يستغل الفتره هذه انه يركز على عضلات ثانيه، فهو راح يضبط لك الموضوع. لا تحاتي موضوع التمارين هذه، اللي عليك انك تسمع الكلام، اللي عليك ان ما تستعجل، اللي عليك ان تصبر. الصبر جدا مهم فتره الاصابه هذه. فخلاصه موضوع الاصابه، نتدرج بالتمرين، لا نشد على روحنا من بداية التمرين، نتابع الأكل والتغذية، وكذلك نتفادى التمارين الثقيلة، التمارين اللي فيها نسبة الإصابة عالية، وكذلك نسبة حق كلام المدرب من ناحية التكنيك، الوزن، فترات الراحة. ويعطيكم العافية، هذه كانت حلقة اليوم، نشوفكم بالحلقات الجاية من برنامج فيد ونستفيد.